هي تصل أضخم قافلة مساعدات إنسانية للتحالف الوطني إلى معبر رفح البري. أكثر من 106 قاطرات يصطفون أمام المعبر استعدادا لنقل المساعدات إلى قطاع غزة. الحمد لله فضل من ربنا، كان كلنا ثقة ان احنا ان شاء الله هنقدر نساعد اهالينا في فلسطين. عمري ما شفت الاحساس ده والمشاعر دي اللي طلعت من الناس عندنا وهم حتى بيشغلين في التعبئة بتاعت الكراتين. الوصول هنا رسالة قوية، بنقول ان احنا قادرين ان شاء الله نكمل كل ما هو داعم لشعب فلسطين بشكل عام والغزة بشكل خاص نظر الاحداث الحالية. احنا هنقوم بيه كتحالف وطني ومؤسسة جمال الجرحي. 106 قطرات محملة بالمواد الغذائية والمساعدات الطبية والإسعافات الأولية، حاملة معها شعارات مسافة السكة لأهل فلسطين. وصلنا الحمد لله عند معبر رفح، نفذت أمل جديدة. كل المتطوعين وبقالهم تقريبا 5 ايام ما بيناموش، ولكن نفذت امل مجرد ما جينا وصلنا عند المعبر. بنحاول دايما ان احنا نلبي في اسرع وقت ندائهم، نلبي احتياجاتهم باعلى جوده وبافضل شكل. يعني احنا دلوقتي حاليا في معبر رفح ب 85 متطوع من حياه كريمه، الحمد لله احنا طبعا مساعدين وبنساهم لأشقائنا الفلسطينيين بالمساعدات والمعونات اللي جايه من منتهى مصر. اسطول كبير من القافلات في مشهد مهيب يستعد لدخول المعبر قاصدا اغاثه الفلسطينيين باسرع وقت، في دور قوي لمصر التي لا تغيب دائما عن مشهد مسانده الاخوه الفلسطينيين اينما كانوا.